باقيين رانا في المدينة تاع المهدي غير المير اللي يجي يخدم الجيبو. هذا ما كان والو. شغل عروشية هكذا فوالا يخرج مير هذا يخدم العائلة تاعو يخدم المقربين تاعو. هذا ما كان، حنا ما كان والو، يانا ريان مثل يستي ما كان والو. اختي هاك تشوف كرامة يدير الله يرحمه، نحي كرلاجة وحط كرلاجة. هذا ما كان، نستنى والو اختي. الأحسن كيما نقول نحوسوا نطوروا البلدية، هذه بلدية تجارية، هذه أول شيء اللي كيما نقولها معروف على مدينة العلمة. راه مخصوصين بزاف حوايج هنا في العلمة، مش مخصوصين مثلا في كيما يقولوا السينيسمون تاع الأحياء باغ اكزومبل، راهم في طريق اللي نجا صعب صح، راهي طولت بزاف، هذه ننتظروا احنا يزربونا بها. كل نتمنى المير تاعنا هذا ينجح هو الأول وربي يوفقه وربي ينجحه. هذا ما كان، البلاد كبرت، البلاد تطورت فيها حوايج بزاف، المواطن يعاني، كاينين امور بزاف اللي يعاني منهم المواطن، يعني يتولى لافي سوسيال تاع المواطن، لافي اون جينيرال تاع المواطن. هذا ما نطلبوا منه يعني المير اللي راح يكون، هذا هو البروبليم اللي رانا على بالنا به الغلبيه، نقولوا راه هذا هو البروبليم اللي راهو حاضر سيتو ابار سا. ماذا بينا ان شاء الله يخدم هذه البلاد ويخدم هذا الوطن ويخدم هذا الشباب الضائع، الشباب الضائع اللي راهو الان يطاش في ولايه العلمه. حنا لنا ولايه العلمه راهي اكبر مدينه على مستوى الجزائر، وتتناحى التهمش والحقره هذه اللي راهي لنا في العلمه، اللي راهو الشباب هذا راهو يعاني بزاف، سواء من ازمه السكن، سواء من ازمه العمل، من ازمه الزواج، بكل كما نقول من كل الوسائل. لهذا نطلب من هاد الناس اللي راهم ان شاء الله يسمعوا فينا اللي يتقدم ويخرج في هذه المحليات ولا البلديات، ان يقوم بالشباب الضائع هذا ووفر لهم احسن الوسائل اللي راهو يعيش فيها كما نقولوا هنا. ونطلبوا من الناس، من الناس هذو اللي راسموا فينا من الولايه تسنح الحقره هذه اللي راهي في العلمه لهنا، راهي كان الحقره بزاف لهنا في العلمه والناس حاقينهم بزاف. هذا هو المطلوب تاعنا اللي راني هناك، ونطلبوا ان شاء الله ربي ان شاء الله اللي يخرج كما يقولوا الراجل المناسب المكان المناسب. وتتنع هذه المشاكل اللي راهي صاريه بالعلم لهنا. من جديد احنا ماذا بينا يكون يرجل مثلا منشآت يدير لنا مشاريع تاع خدمه كما نقولوا احنا، ماشي طرق اناره يعاون الناس يدير بوسيبل تاعو باه يعاود يحيي المكان هذا اللي راهو مسؤول عليه. باسكو حنايا الرسول عليه الصلاه والسلام مصينا كله راهي مسؤول عن رعيته، يا اخي هكذا والله. احنا ماذا بينا يطوروا ويديروا حاجه جديده، يخدموا يقدموا حاجه ما كانش خلاص، يعاود يحييها هو بحاجه جديده، منشآت قادر يدير فلاسون خدمه، قادر ابصر هو اللي يدبر راسه في الامور هذه. احنا نتمنوا منه غير الخير.